تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة وتبريك من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى هذا نصها. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين. هذه الذكرى الخالدة لتأسيس هذا الصرح العسكري الشامخ والذي يعد إنجازا وتجسيدا حيا للمجد والفخر، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم بالخير والبركات وعلى مملكتنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى.